السلام عليكم المشاهدين. انا جيت نهضر على الفيديو اللي لاحوا قناه محبوبه اللي هما ناشطين وفرحانين وما مسوقينش، ولكن العالم كيقولوا النار، الناس داوهم جدار ميار، العيالات تاعهم داوهم حفصه وتيتيش، وشي ناس تيقولوا راهم تريشو. لا حول ولا قوه الا بالله، الناس غير لاقيه هاد اليوتيوب فابور وجالسه على النميمه وعلى الهضره الخاويه. بهذا الفيديو اللي لاحت قناه محبوبه كتاكد لنا بالله راه ما كاينه حتى دعوه قضائيه بين على النساء ديالهم، وما كاينه حتى تناتيف ولا شي تخاصيم بين عيالات الواس كما تنقولوا او عيالات الخوت. كما تنشوفوا غير الناس اللي باغا دير الفتنه في هذه العائله هذه، ما كاين لا غيره لا حسد لا والو. كل واحد تيقول هذه باغا هذه غارت من هذه، ولا هذه احسن من هذه. هذا الشيء غير هضره، وخلى داك هضره وخاويه، هذا الشيء ما كاينش منه. وشفناهم مشاو هما والعدوزه ديالهم وفرحانه بهم، هذيك الصديقه ديالهم وكبرات بهم، وشفناها جابت طباخه ليهم، وكيف ما شفنا حتى حنان كاينه معاهم ومعنقاهم بحال الخوت ديالها. وبهذا الشيء كتاكد بالله هذا الشيء راه غير كذوب، وهذا الشيء راه منه حتى حقيقه. غير الناس خاويه داويه كيف ما تنقولوا صحاب القنوات الله يهديهم، كيبقاو ينشروا الفتنه وكيقولوا لا راه هاد العائله هادي راهم مازال في التحقيق، وراهم كون كانوا هما مازال في التحقيق ومتهومين بهاد الفلوس المبالغ الماليه الكبيره اللي قلتو، اكيد راه طلع الاخ حسن وكذب كل شيء، وانتم متهمينهم بهاد الفلوس هاد المبالغ اللي شدو. كانوا ما يخرجوش بعدا من المدينه ديالهم، ما كانش عندهم الحق يسافروا، كانوا غاديين يبقاو في هذيك الدار وفي هذيك المدينه ما يبعدوش عليها. كما شفناهم دابا هما مشاو لطنجه كاملين، اللي ما سافرتش معاهم هي مزوجة حسن اللي هي رشيدة، هي اللي بقات في الدار، ولكن الناس مسيبين على الفم ديالهم وكيهضروا لا راه الناس مشات، لا راه الناس دعاوهم، لا راه مشاو المحكمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشفنا حتى حنان مسكينة تغيرت بعدا في شوية المشاكل، كيف ما شفنا قدام المحكمة كانت عند الحالة هستيرية وكتقول أنا غنفكر ندير شي حاجة في راسي، وباغا تصالح مع الام ديالها، ولكن الاخرين راهم خاطفينها، ولا الله اعلم بعدينا هي اللي قالت خاطفات، ولكن هما راهم شادينها في واحد البلاصه، مره يديوها الوطيل، مره يديوها عند واحد السيده، مره كيدوروا بها لقاو فيها الغله. كل ما لقاوش فيها الغله ما كانوش غيبقاو يتخاطفوا في هذيك التخاطيف، كل مره عند سيده، مره عند واحد، مره عند جمعاوي. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن بنتها عيات تابعاهم كتقول بغيت الام ديالي، بغيت نصالح معاها، ولكن هما ما سمحوش بهذا الشيء وما بغاوش يعطيوها الام ديالها. مع ذلك عقبات مشات داوها معاهم قناه محبوبه، منها تنسى شويه المشاكل، منها تبدا حياتها، منها تبعد على هذا الجو هذا. وخلى لك تحيه موفقه للجميع، ونتمنوا لها حياه جديده ومسيره موفقه للجميع، والله يحيد المشاكل على اي واحد. ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.